نتابع الآن كلمة السيد موسى فقيه رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي. أصحاب المعالي والسعادة، السادة والسادة، الحضور الكريم، إنه لمنذ واعي سروري أن أكون معكم اليوم أننا نعكس على هذه النسخة الثالثة من منتدى أسوان للسلام والأمن المستدامين، والتي تركز على المساعي والمسارات لتحقيق مستقبل أكثر ازدهارا واستدامة وسلاما للقارة الأفريقية ومواجهة المشكلات المتداعية بملف المناخ، وهي أيضا تساعد في وقت ذاته تقديم حلول والتي من شأنها أن تتعامل مع هذه التحديات التي نواجهها في الوقت الحالي بالقارة السمراء. دعوني أعرب عن خالص شكر وامتناني لجمهورية مصر العربية لعقدها هذا المنتدى الهام. وملف المناخ كما تعلمون هو تهديد بالغ لتواجدنا ولحضاراتنا، وهي أيضا أحد الأمور الهامة لاستمرارية واستدامة القارة الأفريقية، وكما تعلم أيضا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 23. في الحقيقة ملف تغير المناخ نرى أنه يعكس بسلبياته على عقود من الاستثمارات والنمو والاقتصاديات، وأيضا هناك عدد من التحديات البيئية الأخرى مثل التلوث البيئي، مثل التنوع والتدهور في ونقص وندرة الأمن الغذائي والمياه، وأيضا تهديد الأمن الغذائي، وهذا أيضا يعمل على زيادة الفقر، وأن هناك موجات من الفقر المقطع، وكل هذا للأسف يعمل على زيادة التطرف والإرهاب بشكل خاص. وأثار هذه التحديات من كل القطاعات المختلفة بشتى المجتمعات والتي تعمل جميعها وبالأخص بالقارة السمراء بقارتنا على أن يواجهها من الجانب الاقتصادي والسياسي والبيئي والاجتماعي لمواجهة هذه الأزمة المتفاقمة. وأيضا في الوقت ذاته تأتي ضعف هشاشة القارة الأفريقية على زيادة وتعميق آثار جائحة كوفيد-19، وللتعامل ولمجابهة هذه التداعيات ولزيادة المقاومة المفوضية الاتحاد الأفريقي مع شركائها وضعت الأمور الآتية بقيد التنفيذ. أولا أن يكون هناك استراتيجية من جانب مفوضية الاتحاد الأفريقي ويتم تطبيقها بكل قمة الاتحاد الأفريقي ب 2022، وأيضا تعتمد على زيادة استخدام الطاقة الخضراء وزيادة المساحات الزراعية وتعزيز هذه الأمور بالأخص في الدول النامية. ثانيا أن يكون هناك خطة عمل أيضا يتم تطبيقها بعام 2022 وتهدف لضمان أن خطة التعافي من جائحة كوفيد-19 هي خطة مستدامة، وحتى نقوم بدعم هذه العلاقات والأواصل ما بين هذه القطاعات المعنية، لابد أن يتم تقديم عدد من الشراكات السريعة ذات الصلة والتي من شأنها أن تتعامل بشكل سريع، وحتى نشهد أيضا طرقا تعمل على تقوية هذه القارة على الناحية المستدامة. لابد أن يكون هناك عدد من الخطوات. أولا أن يكون هناك تقوية للدول النامية في سياق عدد من المفاوضات، وطبعا في الوقت ذاته يتم تنفيذ عدد من الخطط بما يتماشى مع أجندة مؤتمر أطراف 27. وأيضا ثانيا فيما يتعلق بالتحول للطاقة، لابد أن يكون هناك استخدامات وتطبيقات وتقديم عدد من بناء القدرات حتى تسعى لتقليل انبعاثات الكربون. وثالثا أن يكون هناك مجالا ومساحة التي تعمل على وضع بنود خاصة بالتمويلات بالأخص للشركات وللمشروعات والدول الأقل نموا. رابعا الاستثمار لما يحقق الاستدامة، وأن يكون هناك دعوة لأن يكون هناك أنظمة تعمل على تحقيق الاستدامة، وخامسا أن يكون هناك تنفيذ سريع لأجندة
لأجندة المناخ وأن يتم وضع عدد من النقاط الواضحة بأجندة عمل التعمل لتحقيق أهداف المناخ. وأخيرا أود أن أقدم خالص شكري لجمهورية مصر العربية على استضافتها لمؤتمر الأطراف 27 المزمع عقده بنهاية هذا العام. وأود أن أقول إلى أنه من جانب التزاماتها تقوم مفاوضات الاتحاد الإفريقي بالتعامل والتعاون مع كل أصحاب مصلحة من أجل إنجاح قمة المناخ. أتمنى لكم جميعا النجاح بفعاليات الفاعلية وأن تخرجوا بمخرجات فعالة. شكرا جزيلا.